الرئيس السيسي يعقد اجتماعا برئيس الحكومة ووزير التعليم لبحث المشروع القومي لتطوير التعليم واستعدادات العام الدراسي الجديد. رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برؤساء الشركات المصنعة للميكروباصات لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالغاز. القوات البحرية المصرية والصينية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام السيد الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم، مشيدا سيادته بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. يمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لأعضاء بعثة المنتخب القومي للناشئين لكرة اليد بمناسبة فوزهم بالمركز الأول ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد مقدونيا 2019، وهم السيد مجدي أحمد محمود أبو المجد، السيد حسين علي زكي حسين، السيد محمد محمود إبراهيم شرف الدين، السيد محمد عبد المنعم عمر داود، السيد عمرو محمد عصام الدين عبد السميع إبراهيم، السيد محمد مصطفى محمد إمام، اللاعب مؤمن حسام الدين عبد الغني الخولي، اللاعب محمد سمير بدوي محمد العفيفي، اللاعب عمر أحمد عطية صادق، اللاعب عمر أحمد حمدي لطفي، اللاعب زياد أحمد عبد العال عبد الغني، اللاعب إبراهيم السيد عبد الحميد كامل، اللاعب مازن رضا عبد الفتاح عثمان، اللاعب يوسف أحمد حسن أحمد حسن، اللاعب يوسف علاء الدين أحمد أمين، اللاعب عبد الفتاح علي محمد علي ميدان، اللاعب مهاب محمد سعيد عبد الحق، اللاعب سيف هاني علي رشيد، اللاعب عبد الرحمن محمد محمد حميد، اللاعب حسن وليد أحمد محمد قداح، اللاعب أحمد هشام السيد محمد، اللاعب ياسر محمد سيف الدين عبد الواحد. هذا وقد أشاد السيد الرئيس بالإنجاز الذي تحقق وأثنى سيادته على الأداء البطولي وشدد على استمرار بذل الجهد والتدريب للحفاظ على الإنجاز الذي تحقق والبناء عليه في البطولات القادمة. شكرين وربنا يحفظكم، وزي ما قلت كده احنا من هنا ورايح نلتقي بيكم دائما وانتوا دائما رافعين راسنا وراس مصر، ودي كنتوا شايفين الدنيا كلها مش بان انتوا هنا موجودين معانا، لا الدنيا كلها في مصر سعيدة بيكم. والرسالة اللي احنا عايزين نقولها من خلالكم ان كل عمل هنعمله لبلدنا يطلع لبلدنا قدام هيبقى محل تقدير داخل مصر وإيه؟ وخارج مصر. مش عايزين نفقد الفرصة اللي احنا حققناها دي ونبني عليها، نبني عليها بمزيد من المعسكر، نعمل معسكر نركز معاكم نطور من أدائنا كل اللي انتوا عايزينه عشان تبقوا مثل جميل لشباب مصر. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من التعليم اللي انت بتتعلمه. انا بتكلم التعليم بس الرياضة لا، التعليم. الف مبروك، شكرا جزيلا، شكرين.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد. وأكد الرئيس السيسي على أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري، كما وجه سيادته بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي. ومن جانبه عرض وزير التعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رؤساء وممثلي الشركات المصنعة للميكروباصات والمينيباصات، وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار للاستفادة من الاحتياطات المتوفرة من الغاز. نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والمدمرة الصينية تشيان 153 عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية. ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات، بما يدعم جهود الأمن والاستقرار البحري وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية. قامت وزارة الداخلية بحملات أمنية مكبرة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية بنطاق مديريتي أمن أسوان والدقهلية. المزيد في سياق التقرير التالي. تستهدف أجهزة وزارة الداخلية كل خروج على القانون بهدف بسط الأمن وتحقيق السيطرة الأمنية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين. من هذا المنطلق وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان وبمشاركة قوات الأمن المركزي حملة مكبرة على عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة كومومبو، استطاعت أن تحقق نتائج اتسمت بالإيجابية الكبيرة، فقد تم ضبط رشاشين جرينوف والمئات من الطلقات النارية، إضافة إلى قاذفين أر بي جي وأربع قذائف لذات السلاح وتسع بوهات دافعة. النتائج لم تقتصر عند هذا الحد، بل تم ضبط ثلاث بنادق آلية وبندقية اف ان وبندقية خرطوش وخزائن سلاح وأربع فرد محلي وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة. ولقت الحملة إشادة كبيرة من المواطنين وتقديرا للجهود الأمنية التي تهدف إلى اقتلاع الجريمة من جذورها وفرض الأمن والاستقرار.